بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بين سبورتس، نرحب بكم من ملعب كاستيلاني. امبولي يستقبل اليوفي لحساب الجولة العاشرة. قبل انطلاق هذا اللقاء، البروتوكول المتعارف على مباراة السيريا، يعزف نشيد الدوري الايطالي قبيل انطلاق اي لقاء. ديتشيليو كنترول من برناردسكي، ترجع كرة من مايت، تتكلم عليه ايضا غوارديولا ملك التيكي تاكا. رونالدو سدد، ولكن كرة رونالدو لضربة مرمى. غوارديولا قال على رونالدو، كرة الان تلعب في مناطق اليوفي، محاولة خطيرة عن طريق اللاعب كرونيتش الى الركنية. متابعة كانت من جانب بونوتشي، تتحول كرة للركنية. كرة تلعب داخل المنطقة، ترجع بطاقة من بونوتشي، تعرب. هذه اجمل استلام فريق اليوفي، كرة في مناطق المنافس امبولي. روانا يعني كيليان بيز بالقوة، سيرجيو بريا، ولكن لم يلعب مع منتخب ايطاليا ابدا. اليكس رجع كرة، استلام بيانيتش، والكرة لضربة مرمى. محاولة كانت من جانب اللاعب بيانيتش، تسديدة من بيانيتش، والكرة انتهت لخارج ملعب تشامبيونز ليج. كرة من تراوري، محاولة خطيرة لفريق امبولي. المتابعة من فرانشيسكو كابوتو ايطالية في السنوات الأخيرة. كرة تلعب داخل منطقة سهلة عند رونالدو لماتويدي، يلعب كرة ماتويدي خطيرة. فريق اليوفي ترجع من الدفاع، لمسة من بيانيتش، كرة خطيرة، التسديد. دائما يكون السباق، دائما المبادر. كرة داخل المنطقة، ترجع بتدخل، تتحول كرة إلى ركنية لمصلحة فريق اليوفي. إمكانية كبيرة بينما كرة عند الكساندرو، محاولة خطيرة، كرة مرت من دون أي لمسة، ولكن الخطورة مستمرة. فانتظار الإمتاع لليوفي أيضا فريق اليوم، والكرة تبعد من الدفاع مع فريق كاتانيا. بينما كرة تلعب داخل منطقة راسية، هناك منتظر التنفيذ، تلعب كرة بشكل مقاوس، محاولة خطيرة، فرصة تسجيل، الأبعاد من بنتك. تلعب في مناطق اليوفي، تغطية من شر اللاعب بنتاكور، تتحول كرة للركنية. الكرة إلى الركنية. أكوا كرة بينية، محاولة خطيرة فريق إمبولي، كرة من كابوتو مع روجاني. روجاني طالب ضربة مرمى، والحكم مدى. بايتش، إمارة كرة ممتازة، الكروس من دي لورينزو، ارتباك دفاع اليوفي، الأبعاد من ديتشيليو. يبعد كرة الكساندرو، كرة معادة الوراء، إمكانية التسديد، كرونيتش يلعب كرة سهلة عند تشيزن الحارس البولندي. الكرة عن فيت، ميراليم بيانيتش، راسية عند تراباتوني، حقق معه 14 لقب. كرة داخل المنطقة، دفاع إلى الركنية. الكرة تتحول للركنية لمصلحة اليوفي، كاد أن يخطئ المدافع. الكرة تلعب داخل المنطقة، ترجع من الدفاع، كنترول، تمهيد. أكوا يلعب كرة عرضية، تمويه ممتاز، محاولة اختراق، فرصة تسجيل، الواحد صفر لفريق إمبولي عن طريق تشيتشو كابوتو. كابوتو في الزاوية الصعبة على البولندي تشيزني، أسبقية للتوسكاني فريق إمبولي. إمبولي غلط اليوفي، كرة سددها كابوتو، روعة كابوتو، يضع كرة في شباك اليوفي، التقدم للاتسوري الصغير على حين. كرة يسددها باتجاه المرمى، التصدي موجود، والكرة تضيع. ضيع من دي بوي ديالي، أليكس، كرة تضرب برناردسكي، تنتهي. رونالدو، كرة تضرب حياة السد وتدخل. كرة عند برناردسكي والحارس. اللي صار عند الكساندرو، كرة داخل المنطقة، وراسية من الدون. ارتقاء من كريستيانو رونالدو. رونالدو الصعود كان غير عادي، ولو انها يعني راسية انتهت. برناردسكي يمارى الكرة، برناردسكي سهلة عند الحارس. امبولي تلعب كرة داخل المنطقة، محاولة خطيرة، تضيع على فريق امبولي. اكو يلعب كرة، هجمة خطيرة لفريق امبولي امكانية ثانية، كرة خسرها سايتش، وتنقل الكرة لبرناردسكي يلعب كرة عرضية، ترجع للدفاع. ديبالا 1-2، ديبالا فرصة خطيرة، ركنية، تدخل من كرونيتش، ركنية لفريق اليوفي. ديبالا البوسني يمارى الكرة، سايتش خطير جدا، التسديد، كرة عند الحارس تشيزني، كرة عند تشيزني البولندي. شال فريق امبولي هجمة للاتسوري، بالهجومين، كرونيتش ولكن في عرقلة، وفي اندار، ورقة صفراء في وجه بنتانكور. تنقل الكرة عند بيانيتش، التغطية بالدفاع، رونالدو، الكرة عند بيانيتش، هيا، أليكس، وراء لألكساندرو، أليكس، راسية من برناردسكي، ضربة مرمى لفريق امبولي. ضربة باوليتو، فرصة للتعبير، تسديدة التعادل، لا، الكرة في العارضة، كرة في العارضة تاعها لليوفي.
من خلال فريق امبولي. امبولي استخلص كرة اكوا اكوا ركنيه في اليمين دي لورينزو. دي لورينزو كره بعيده ضربه مرمى لفريق اليوفي واللاعب تحت الضغط وكره ترجع من بن نصر يستخلص كره اليوفي ضربه جزاء لليوفي. يوفي يكسب ضربه جزاء. غلطه كبيره من بن نصر. غلطه كبيره من برتغاليا تقدم الان رونالدو هدف العوده لليوفي. رونالدو يضع كره على يمين الحارس بروفيديل. النتيجه 1-1. الباريتشو من علامة الجزاء ورونالدو يسجل الهدف السادس لي في السيريا من ضربة جزاء. يوبرو التمرير لماتويدي كرة عرضية يخطف كرة بن ناصر ترجع لفريق امبولي. اكوا تعود كرة ليبي بنسبة كبيرة تحسم لقب الدوري. واليوفي تعود على تجاوز هذه الفرق. يوفي في اخر زيارتين لكاستيلاني سجل 6 اهداف. يلعب كرة عرضية بين محاولة من ماتويدي كرة اقرب لاكوا. اكوا سقوط اكوا والحكم احتسب خطا للاعب الغاني. كرة ترجع من اقرب خطا. الكرة الى خارج الملعب لالكساندرو محاولة خطيرة الدفاع يستكي برناردسكي. ترجع كرة ديتشيليو الكراس والحارس وشوبنين الكونتر بيدي لفريق امبولي. كرونيتش رونالدو اختار التمرير يخطب التمرير. رونالدو متعود يلعب مباراتين في الاسبوع. التصويب وحده خطيره تدخل من بونوتشي في اللحظه الاخيره. بوني في اللحظه الاخيره يتدخل ماتويدي رونالدو يسجل هدف من اهدافه الكلاسيكيه من اهدافه الرائعه جدا. رونالدو كما قال بيب غوارديولا رونالدو في الموسم يسجل 50 إلى 60 هدف. رونالدو لما يمس الكرة مرتين يسجل هاتريك لما يمسها مرة لألكساندرو البحث عن الثالث. والكرة تهوى لديبالا الأخويا خسر كرة ليس بأفضل حالتها اليوم ديبالا. وحكم المباراة يواجه الأمبار ورقة صفراء في القادم تمتلك لها فيسبوك ثالث كرة بعيدة رونالدو بعيدة من كوادرادو ضاعت فرصة ثالث.